نقدم لكم موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا بالجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة وملعب المباراة وترتيب الفريقين. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. حيث تنطلق مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، وذلك في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر، والثانية صباحا بتوقيت السعودية، والثانية 10 منتصف الليل بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت وان اتش دي بريميوم بتعليق حفيظ دراجي، وتذاع المباراة ايضا عبر القنوات المفتوحة التالية: قناة فوتبول اتش دي المفتوحة وقناة اي ار اي بي فارزش اتش دي المفتوحة. ويقام اللقاء على ملعب متروبوليتانو بمدينة بارانكويلا بكولومبيا. ويدخل منتخب الأرجنتين هذه الجولة الثامنة وهو بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة بالتصفيات، أما فريق كولومبيا يدخل هذه الجولة الثامنة وهو بالمركز السادس برصيد 7 نقاط. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لهذه المباراة؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.